ونعاود ومني مفتخر معناها ومانيش حاشم كيما برشا عباد ولا يتخبيو. انا مع سوادي الجيري وعلى طول الخط خاف سوادي يتغشش تتشكى من التحكيم. لا لا على خاطر اش فسلك حاجه عبد الشام سعيدني كي جا للسي ا بي لقى تركه قعدي قاسي فيها. عبد الشام ليونسي تاو كي جا للكلوب قاعد يقاسي في تركه نتاع العباد. سواديه وقت اللي جا الجامعة توسي كنت قدم معناها عمل وصل حتى بنيه تاو قاعد يبني في ولا بنيه يظهر لي ديريكسيون تكنيك نتاع ديزاربيتراج عمل كل شيء باش ينظف. دونك اليوم ماشي نورمال وقت باش تلقى واحد ولا زوز خارجين الواحد وهذوما حتى سواديه عبيدهم هما ما يشرفوش وما نصورش كان معناها هو معناها راضي عليهم ولا واحد. ديجا حتى درني رمو في التلفزه قال لك يا خويا الاربيت راهم يتفرجوا فيا اذا كان طلبت منكم النهار ولا كذا ولا واحد ان شاء الله يطلع فيا وحاجه تكيه. تعتبر يوسف السلاي في ماتش سي اس كان عنده سوء نيه واضحه ما بكل واحد معناها بكل تواضع. اول الميتون الاول معناها اذا اللي ما عطاش حتى ورقه صفراء ورقه يمكنش ما سينو ما تفكرش عطى ورقه صفراء للاعبين نادي صفاقسي عطاها اربعه لسي ا بي ولي بوست كلي معناها منهم سي سي ويستنى في اقل غلط باش يعطي الثاني من الظاهره معناها نلوجوا فيها وسايتي كونفيرمي مع بوسنين في دقيقتين عطاها الاولى معناها في تاريخ تونس كره قدم تونسيه كل مرتين تعاملت مع يوسف السريري مرة فما فيه فما ديفوت ولا من بوسنين ولا بوسنين الثانيه ما فماش معناها ما ريتش فما فوت وعدي. اذا كان باش يحكي على هجمه واعده عندك التاكل نتاع الصحراوي اللي خرج به نتاع مش حلقه حمراء ديريكت نتاع عم حبس عطاه صفرة باش يرقع بها. الثانيه نتاع وسيم هنيد كيف ماشي للكاج وحده حمراء ديريكت مش صفرة ثانيه معناها ايوه خذا فيها حمراء بعد دي حمراء يدي هذو ماكياجات هذو رانا ولات كورة اخويا انت بالكشي معناها تخدم تراث واحد. انا راني نشوف الموفيس فوا من التصفيره الاولى تاع الاربيتر اللي تدو موفيس فوا مع السياسية حتى في الموفيولا ما قالوش هكا سي عبد السلام في الموفيولا ما قالوش هكا موفيولا اخويا القناة هذيك الوطنية بالنسبة لي انا بالله حتى يا رئيس الحكومة ما عادش نحب نخلص انا الوطنية ما عادش نحب نخلص انا في تريميستا نتاعي خلص 6 7 ملايين نعطي فيهم ما نحبش انا كمواطن تونسي ومتأكد انه 90% من المواطنين التونس ما عادش يحبوا يخلصوا جزء يمشي القناة الوطنية ما نستعرفش بها وما تمثلنيش وما هيش وطنية ويكذبوا على العباد ويماكيجوا كيما يحبوا معناها بالحق معناها جي كيما اخر مره سيدي انا منفرش فيها ديما يجي سي محمد علي ما نحبش حتى نسمي العباد حرام علي يجي يقول لك والله عنده الحق جماهير النادي الافريقي يضرب بالحجر ومتغش معناها الانسيست على العنف باش يراضي جمهور الكلوب الافريقي خاطر كلوبيست ومن بعد يقول على تطاوين والله يعيب العنف ما يجيش ويضربوا بالحجر وكذا والعباد معناها مظلومه وبينالتي من الحيط ويحشوا تحبوا ميام معناها يا تكون محايد بالحق وطن يا ما تكذبوش علينا انا كيفي كي برشا توانسه يا رئيس الحكومه يا رئيس دول ما تحبوا خلصوا انا ما نحب نخلص الوطنيه ما نحبش فينا فلوسي اون بار تمشي لعبيد قاعد تكذب علينا كل يوم وقاعد تحب تمكش ما تمكش جي خرج اللي نادي صفاقسي تو احنا ناقصه هي تو معناها نحبوا نحكيو تو ظالمني الاربيتر 3000% ولاد الكوره يعرفوه والاربيتراجيات اللي يعرفوا حكم يعرف وظاهر تجي انت تحط تقول راه نادي صفاقسي عنده معناها تحب تجي تشعلهم على سواديه ما تقول عندهم ضربه جزاء واحنا ما عندناش ضربه جزاء الاخرانيه نتاع شمس الدين السانتي الفوت بدات قبل الدوزيام متر وفات في وسط الدوزيام متر حمراء ديريكت وبينالتي الى باوزي باش يعطيها وقلت لك تعتبر فما سوء نيه معناها يا سيدي سيدي انا قلت لك انا احسن اربيتر في تونس ما عاد ياك شد لي انا اخويا معني صفاقسي مرتين ظلمني وبالواضح انا اخويا انسان نختم ونعرق وتعب لي ونهار يعلم بيا ربي تسلفت انا من الجمعه اللي فاتت هذي عطيت تسلفت فلوس باش عطيت شهريه للجواليات خاطر فلوس تاع السعوديه اللي كنا سيتي بريفي باش نخلصوا بها باش فيها معناها واحد يتسلف ويحط شيكات واحد باش يجي واحد يظلمني كاك. عبد السلام شنو اللي تبدل؟ عم ناول الظلم كان واضح اجمع عليه الناس الكل بين السي ا بي في ماتش بن قردين الناس الكل اجمعت بين السي ا بي ظلمت كان خلينا نكمل السؤال الناس الكل ظلمت كان انت قلت لي السنه شنو تبدل؟ انت تحب تحطه انت وين تحب تحط الظلم تحب تحطه مش انا الناس الكل اجمعت معناها يا اخويا اجمع على روحها انا اجمع مع روحي انا عندي راي يا اخي انت تحب بدل لا لا عندك حاجة انا اخويا نعرف ايه في تونس ما جاوبتنيش قلت شنو تبدل معناها نعيم حسني زفر بينالتي ما فماش منها في الليتوال انا قلت عادي خاطر تنجم تتعطى فيها لازم يراها من كوتي ونعرف ولد نظيف كي تتعاود تولي فما موفيس فوا سيبوا عليا هذا مش الترجي عم ناول مع جيم مع مستقبل جيبس في المنزل كان صدقني ربي عطاه بينالتي من الخيال يعاود يعملها ما تحبني نقول لك انا اللي يدو بون فوا نولي كذب ونولي حتى مثلا منافق حتى مع سيودي ولا نولي النافق ما نفقش فما زوز ثلاثه من الناس
ومشكورين معناها اللي عاقبوهم. قلت لك حتى هما سيودية ما يستعرفش بهم وما يمثلوش، خاطر أشخاص كيف هكا. خويا أنا واحد من الناس أي كيب تي، أنا ما عنديش زهر. تحكي على يوسف السراري بالطبيعة ولا فما شكون آخر معاه؟ أنا نحكي على السراري، أنا قلت لك أنا فما 90% مبارياتهم رجلي. جي معنا احنا كنت سي اس اس نعرفش سيبوا عليا ذا مرتين تاعتي. خويا انا كل كيب تجي توا معايا ثلاثه في الكلاسمو البطوله ما حاسيش به، خذوه نحب حق البطوله خذوه مرا ربي معاكم. سي بنور ولا سي كل مسؤول في جمعيه يحب يخدي رجل امور ورجل امورك يا خويا، انا ابعدني اعطيني قاعدين يرجلوا في امورهم. انا يا اخي انت تو انت ما تعرفش معناها تو رياض بنور رجعنا وخينا وكل شيء ما كنت مسلم زعت جمعيتي حتى في حاجه. ما راني ما نسكتش. انت تعرف بانو فيش قدام في التراجم تعرفش؟ لا ما نعرفش. لا تعرف ما تحبش تقول. انت قول. مش مهمتي باش نقول انت قول. حتى انا مش مهمتي باش نقول لك، اما انت تعرف. انت تظلمت ماهيش انا تظلمت. ليه انت تقول ما هي متنا تو نحكي واحنا في ديبا. كي تقول لي ما نعرفش ماكش قاعد تقول في الحقيقه. انا نقول الحقيقه. نحلف لك ولا كيفاش معناها؟ ليه ما تحلفليش انت تعرف. شعلينا تو في هذه. دونك خويا عباد قاعد تخدم ليل ونهار. يا خويا ما اخدم يخدم بالحلال. تو انا ما داخلي في بيت 900 مليون. نورمالمون نكون فيير وشيخ في الكلاسمون اللي انا فيه. ما داخلك يا شخصي معناه نحط 400 500 مليون في العام. معناه سي حمدي المدب والفلوس اللي عنده ربي يزيد هو وترجي وما داخله. الاطوال لا بزوان باش تاخذ معناه واحد باش تعطيني باش تعطيها بينالتي. الاسبيرونس لا بزوان باش انت تربحها. عنده فلوس ومن خلي معناه تطوير ما عندهاش حق تعادل ما عندهاش حق تربح. معناه مانيش لا نعمل في سياسه لحد فيها حقيقه. فما مسؤولين في جمعيات يلزمهم يحسموا الارواح. عندكم الفلوس عندكم الواحد واش تحبوا وين تحبوا تاكلوا ومن بعد تستغربوا تاكلوا 5 و6 و8 سمي لي اذ بنوش شكون خاطر جي العجيمي تاع سوسه سي ناصر نجيح تاع صفاقس توا في الكليب وانا فيقس بدا تتشكى من التحكيم فما يوسف العلمي نسميهم لك الكل عادي فيقس بدا تتشكى من التحكيم تو هذيك فما ما كل واحد يحب يسرق بالواحد واحد يحب يبكي بالبكي يجيب كل واحد فيش قاعد يعمل. انت كتجي كابيتان دي كيب نتاعك يقول يا اخي احنا ما عندناش حق ناخذ بينالتي معناها شنو؟ انا ندخل جواريتي اقسم بالله نقول لهم بينالتي نحيو من الفوتبول. احسن في الفوتبول ما فماش بينالتي. الوحيد اللي جاب بينالتي واللي البينالتي تقتل بالضبط معناها تجي واحد اربيتر في الوطنيه يقول على بينالتي نتاع فادي بن شوق ماهيش بينالتي لازم يمشي عادي على روحه. معناها السيد نحيو مشى للتاكل بالعاني قال ما فماش لمسه في التاكل ولا وني فيها لمسه وما قالش علي داز معناها اكتف في الظهر دفع واضح يا عيط يا قالك ما فهميش يا اخي تكذب علينا ولا تحب تغلطونا تكذبوا على رواحكم ولا شنو تحبوا تعملوا بوسنينا في دقيقتين في تاريخ تونس كرة القدم التونسية كل يا اخي واحد ما تنبه عليه سي عبد السلام اذا كان فما فوت راه يعطيه في دقيقتين ولا حتى في دقيقة راه لا فما فوت فما براق صفر حتى في الاوروب نجم ننبه عليك نجم واحد انت تحب تعطي اوراق التاكل نتاع هنيد اللي خرج فيه الصحراوي الولاد معناها الى ميم با بي باش يكمل الماتش يمثل يعني حاب يخرج هو التاكله ذاك مش حمراء ديريكت في بالي تحسنت العلاقات مع السي اس اي ظهر لي سمعت فرحوا بيكم ماتش الاخر ولا لا مش صحيح انا خير ما عندي حتى مشكله ما حتى احنا فرحنا بهم في صفاقس دخلوكم جمهوركم بلاش حتى احنا دخلناه اللي جي من صفاقس كله دخل دونك سي بيان كان عاملوا بالمذن اما كيف لا عليه كي السعيداني يعمل حاجه به حتى حد ما يتكلم عليها ما قالوش ما سمعت حتى حد قال بارك الله فيه السعيداني لا من صفاقس لا من بالعكس سبوني وكذا حتى واحد ما قال بارك الله فيه السعيداني صفاقس هي كل جد دخلهم اخويا ما خلى حتى حد برا انا قبل ما ندخل الماتش وفي الجلسه الامنيه قلت لهم ما يدخل جمهور سي اس اس ما نلعبوش الماتش وطلبنا كارت 5000 وقبل ما ندخل فما 30 40 واحد درت قالوا لي مازالوا ما دخلوش قبل ما ندخل التيران وهاو كان ماما رام شاهدي قلت لهم كلام سيد مدير الاقليم مش مشكور سيد مدير القيم قلت له خويا تعم زيد هذوما كامل دخل كامل دخل الكل ما قال حتى حد بارك الله فيه سعيد قبل ما سينو تبارك الله معناها سي موسف خيم تاعنا وخويا وخيان وكل شيء اما تونس كامله تصفق سي موسف يا اخي عادي بارك الله فيه ما هو عمل كيما انا عملت ما عم رجع سي بيان مش كيما مثلا سي رياض بنور كي جاني البنزرت دخلت وخليته في التونيل وعمل شحب وقعد وقت اللي انا جيت هابط لتونس باش نكاور كنت تراجي سكر عينا البيت دونك اموا سي الموس بارك الله فيه. قلبت لي كوندكتور في باش نقول لك محمد تحسنت العلاقات تحسنت نمشي على التصريحات يا اخي انت ملوخ وما اسال حتى ديريكت دخل في النصر نجاح وفي حبايب السياسيين. خويا راني يتغشوا في تونس ونمشي يسبوني ما عندي حتى مشكل. نعاود كان قدمت روحي للسياسه ما تنتخبونيش. نحب جمعيتي جاي كورت صغير في السيابي لا عمرني كنت حاط في مخش نكون رئيس. المكتوب والقدر خلاني نكون رئيس. دونك ما نجمش انا اليوم نقلب الفيست. ملي كنت في الجمهور وفي الواحد
مش معناها جمهور معناها قاعد نطلب ولا الحمد لله بفلوسي ولا ربي نعم علي والحمد لله وقاعد جمعيتي ولاباس جوست يلزم العباد تقف معنا شويه وكا ما دام جبت علامات السي اس اس الاحتراز اللي عملوه على يوسف شنو وضعيته يوسف يوسف عنده دي ماتش معناها اوفيسيال في الانترناسيونال عندكم الورقه كل شيء هذا بيان سور هذه حاجه واضحه اما متاكد منه انه كواكول يخذي هون انتم ما بيتكم عملتوا احتراز زيت كواكول كان عندي خويا 6 شهور ياكل ويشرب جا شكون سرقوا وهزوا السي اس اس ويعلموا بها سي اس اس وما عندوش كان تحب يقولوا ما عندوش ما عندوش انا نعرف اليوم ما عندوش انا جبته خرجته جبته من مالي من دارهم من سونتر دو فورماسيون اللي كان فيه عمره ما حد ساقه في ليكيب ناسيونال هاكا عاملون كي نحب انا نتبع ولا هذاك ما لعبوش كواكو خاطر انت تحب تستعمل الخبال الخبيثه نتاعك ما معناها لازم تعرف فن حد سي ناصر نجاح نعاودها اللي تلعب الفكره نتاع الريزيرف راك تضر في جمعيتك انا يوسف فاهم متاكد انه عنده انت كواكو اللي سرقته هولي راهو ما عندوش لازم تربحوا الريزيرف معناها ما لعبش اول ولد ما هبطوش دونك سي بور سا بي خرج كلام على انه هم امكانيه بعد هزيمه الكلوب ضد مازن بي 8 بلاش وبعد استقاله شهاب الليلي انه فما كلام على منتصر نجم يمشي للكلوب والله احنا سمعنا من الاول عام حطينا سطرنا كل شيء مع سي منتصر وما لقري دوت وما لقري برشا حاجات معناها انا نسيس باش قعدنا مع سي منتصر بالعكس نحبوا معناها نزيدوا ندعموا الستاف نتاعنا ان شاء الله على قريب يوسف الزواوي اللي هو ان شاء الله باش يكون اوفيسيال ان شاء الله ان شاء الله معناها الجمعه الجايه خاطر هو معناها رفض ما عطى كلمه من الاول العباد باش يمشي يريني لبرا كي احنا كلمناه قال انا ما نجمش نقول سي ابي ليه دونك قاعد نشوف مع العباد كيفاش باش يلديزيست ويرحم والديه معناها بالحق نشكر سي يوسف بالحق معناها لازم جمهور سي ابي يعرف اللي سي يوسف الزواوي راهو يحب سي ابي برشا معناها ما عنديش علاش نغلطهم وراجل بأتم معنى الكلمة خاطر أنا كنت مختلف مع سيوس قبل ما ندخل السي أبي وقت دخلت السي أبي أسرت ما نقول لك كان لقيته كان هو ما برشا عباد وقفت بارك الله فيه أما نجم نقول لك كل جمعة جمعتين يكلمني وين فما حاجة يكلمني بها سي أبي كذا وصل معنا قلت فما مرة قالت حقه حتى فلوس نعاونكم أنا بارك الله فيه إنسان يحب الحق سي أبي وتوا كان مش يمشي يريني معناها في كيب ناسيونال في بلاد أخرى ما نحبش نسميها خاطر ما عنديش الحق وقاعد نشوف كيفاش باش يقعد قال لي أنا كان تستحقني سي أبي خاطر نحب نبنيه حاجة القديم أنا كان رئيس منحبش سي أبي اليوم قلت لك ما اليوم اللي بش يجي مرحبا قاعدين نسطروا بقطرابي في ديز أوبجيكتيف يبدأ يخدم الجمعة الجاية قلت لي هكا إن شاء الله إذا كان تفهم بش يبدأ يخدم إن شاء الله باش نشوف وين واقفة الأمور والله قلت لك عطاه كلمة هو الفريق قومي بشيرينيه وقاعد نشوف معاهم كيفاش يلفا ديزيستي أما جاوبتنيش منتصر باش يقعد يمشي بيان سور يقعد روحه ما احنا ما كي ناخذوا أنترونور كسي أبي أنا واحد من الناس عمرني ما نحيت أنترونور يا أنترونور يمشي واحد وإحنا حاطين عام باش يكمل معنا العام اذا كان معناها الاوبجيكتيف عندي زوبجيكتيف الواضحين الكوب اللي حاطينه من الاول ما مشيناش فيه وما تنحاش معناها مش شتنا حكيت معاه بجيب يوسف الزواي ما نجي جينيرال ولا بالطبيعه قعدنا حكينا الجمعه اللي فاتت حاطين لي بون سيغ لي في برشا حاجات وما مش متقلق جمله بالعكس الانترنور اللي عنده ثقه في روحه يقولوا الكره ما يتعداش برشا بيناتكم ولا شكون اللي قال لك انت قلت لا مانيش انا قلت كلام قاعد يقال في حاجات تاع سي ابي هذا باجيت سي ابي باش نقول لك معناها مش معناها باجيت سي ابي يقولوا هما صحاح هما ديجا فما شكون معناها اسباب مشاكلنا من بعض الصفحات الماجوره اللي يحبوا يدخلوا البلبله كل جمعه معناها في سي ابي بالحكايه نتاع الجمهور بالحكايه نتاع شنو وكل مره يحبوا يطلعوا حاجه باش يخلقوا مشكله باش يخلقوا بلبله مش من تو معناها من اربع خمسه ماتشات الاولانيين مع سي منتصر وما هو منتصر الوحيشي ماشي دراوينا وسي منتصر الراجل يخدم على روحه وما عندنا حتى ادنى مشكل بيني وبين سي منتصر سي فري كو كرئيس نجم نختلف معك في حاجات واحد اما مشكله نقولوا احنا معناها ولا كره ما يتعداش بادي تو وخيان وصحاب وحتى لا عيط لي الرئيس لان عيط له كوتش منتصر ولا منتا وعبد السلام ولا سلوم وخيان وما عندنا حتى بادي تو واضح كنت ديما ضد بيع الملاعبيه حتى جيت عامل حدايا عامله وقلت لي ما نبيعش الملاعبيه شنو تبدل بس سلفت العنوان انا قلت ما نبيعش قلت لي ما نبيعش في تونس هكا وانا وين بعته في اسبانيا فما فراس مشى ليتوال لا فراس سيتي ولد كيف كيف معناها شد صحيح باش يخرج ما نحبش انا نحط على الجواريات مي وقت اللي انا جوار يجيني يحب يخرج ونعرف اللي مخه ما عادش معايا ما عادش يلزمني على خاطر نعرف حتى لو كان باش جفيان سيستي باش يقعد باش يقعد ومخه مش معايا دونك زيد مي الفكر ديما واضح معناها نتاع الجمعيه انه اون فو تو فير معناها باش اون غارد ولادنا واذا كان فما شكون باش يخرج هذاك عادي كيما الجمعيات الكل
يخرج جوار عنا باش كنا نعوضوه بقدر ربي اون بريفير ديما كي باش يخرج لنا واحد يخرج لبرا احنا عاد بلا سعيداني كي صايبناه سيتي با لو مونطون تاع بيع ولا حب في الفلوس ولا واحد حكايه فارغه انا سي كلير كان خلى 150 مليون هو الجمعيه اما 200 مليون انا برسك حكايه فارغه ما نصايبش نجور 200 مليون الا انه راه نغزلها الابعاد اخرى انه سي بي عندنا جوار ماذا سي بي فسيلي انه تسويقيا باهيه انه الولد زاد لا قدر الله غدوه نجم يتضرب يعني فراكتور الحاجه نفلتوا له فرصه انه غدوه ليكيبات الاخرين نجموا يجيو يشوفوا معنا جواري تاو كيما البارح زياد العنا اللي سلفناه مركب بونتو تبارك الله ان شاء الله يعدي روتور معناها موفق سيلو معناها ان شاء الله سيلو سيستم جديد نتاعنا انه نحاولوا يا نسلفوا جواريتنا من بعد نبيعوهم بسوم باهي اون فوا بور توت والا باش نسوقوا جواريتنا وهذا عادي معناها ما فيهاش حتى شيء تو شفت برك الله سيابي مع سي اس اس معناها كان لا قدر الله خسرنا راه قالوا خاطر خرج بي انا كنت متاكد بكل تواضع معناها اللي سي بي ماش باش تمس بخروج لا زياد لا ثم دي بيلي واضحين سي سي وترى عندك معناها اللي بوسنين صديق فما دراجي فما جوارات كي بالحق تنحيهم تنجم تمثل جماعي فما دي جوار مش معناها اليوم ما عندهمش واحد لا اما يتعوضوا باهي باش نعطيك تصريح نسمعك كلام تقال في الحصه الشهيره اللي كنت حاضر فيها في تونسنا نتاع بعد ما بون كي كنت حاضر انت ما تقالش الكلام الحصه اللي بعد قال تصريح الكلام نتاع صاحبي بكان اسمعوا شنو قال بلاي غلطه عمري كيف نجيب جبت واحد قليل احياء كان تخلي البلاتو ما فقتش بيه لكن بشهد سي صالح وسي مختار تخلي لنا في حاله سكر لو كانت كنت نعرف السيد هذا في حاله سكر للاسف ما عنديش مع الخمور انا كنت نجم نقول له لبرا نحب نقول زاده البرشا توانسه وقفوني الاسبوع هذا في الشارع لاموني كيفاش ما طردتش المدعو عبد السلام السعيداني جوابي كان ما كنتش نتصور روحي جبت رئيس جمعيه باندي وسكير من رواد الحانات ظنيت رئيس جمعيه النادي البنزرتي من فئه المتربين من فئه سي حمدي المدب زاده عن ذلك عملت باصلي وقلت عمري ما نطرد شكون جاي ذي في الداري باهي برشا كلام تقال في الحصه هذه صاحب سلام ما عرفش خليك كنت تحب ترد عليه ما ردش عليه نقول الراجل يحكي في الوجه وقت اللي كنت بحذاه بتقول لي انت هذه التربيه وانا شنو الا باوزي ويل بابا باش يحكي خاطر عندي برشا حاجه نستنى فيه لتو باش يقدم قضيه خاطر كان باش يقدم قضيه انا عندي برشا حاجه تثبت نجم طلعوا الحبس انت اتهمته خذها من عندكم فلوس لكن قال خذها في شكل استشارات اعطيني الاستشاره شنو اللي عملته معاه يوريني معمل قال سبونسور جاي ولا واستعرف حتى بكلامه قال انا راني اخذيت 500 دينار واللي هو مش المبلغ مش صحيح يضربوا في العشره ويقول اخذيت هو استعرف حتى ب 500 دينار مش مشكل انت الكونتر بارتي تاع 500 دينار هذه شنو كان انا عملت لك سبونسور كان انا كونترا مو انسان نظيف وتبارك الله كان انا كونترا كان انا حاجه يوريول وما نحبش نحكي عليه على خاطر السيد هذا كان نكره والعباد الكل معنا واحد مع بكل تواضع ما كيمشيت انا نورمال في بالي الحصه اللي بعد باش يعمل لي معناها شهادة شكر لأنه لا قناتهم ولا برنامجه كان تفرج فيه العباد الفيديو الوقت اللي أنا تكلمت فيه طلعت له قلوا احنا الكوتا هو والقناة متاعو الكل نورمال مو يعملوا لي شهادة شكر واضح باهي كان كنت تحكي على نادي صفاقس سي عبد السلام اتصل بينا السيد بالله علاش دخلتوا احنا عنا نص ساعة سيد منصف خميخم طلب حق رد سي عبد السلام خويا جيبه ولا متكلم من بعد سي عبد السلام ما كانش خويا انت جايبني نص ساعة نقعد واحنا نحكيو يا سي عبد السلام ما نجمش نقولوا ليه كيفاش اقعد يا سي عبد السلام ما يصيرش تسمعوه السيد معاه نسمعوه يا سي عبد السلام ما يصيرش وسع بالك شوية سي عبد السلام اقرسيف شوية شنو المشكل نسمعوه انا جيت انت جبدته هو هو يا رجل عنده حق باش يجاوب سي منصف اهلا بيك مرحبا بيك وتحيه لزميلنا وصديقنا وصاحبنا سي عبد السلام تفضل سي ما عندناش برشا وقت سي منصف لو كان تسمح في دقيقه بايجاز تصحيح لبعض المعلومات اللي ربما سي عبد السلام ما يعرفهاش بالنسبه للاعب امبيجي للاعب كواكو راهو القانون الفصل 64 يقول لوبليغاسيون دافوار دي ماتش انترناسيونو ني فالابل كو بور لي جوار او دولا دو 21 ans هو اللاعب كيما يقول فكيناه له وما يعرفش قداش عمره 19 سنه كواكو معناتها ماهوش مجبور في اللاعبين اللي اقل من 21 سنه ليسوا مطالبين باش يجيبوا اللي هما لعبوا في فرق في الفريق القومي ويجي يثبت على روحه الارتيكل 64 هذه الاولى الثانيه احنا وجماهير نادي الصفاقس وجماهير بنزر حبيبات قبلناهم بصدر رحب وهذا واجب علينا ما غير حتى مزيه وما حاشنا باش يقولوا لنا حتى حد بارك الله فيك راح نشكروا الهيئة المديرة متاع نادي البنزرتي في مقابلة الذهاب بقى تصحيح صغير وإن كان ماهوش مشكل راهو
الفرق بيننا وبينهم احنا استادنا نو اومولوجي مالغري سا بارك الله فيك. حتى احنا نو اومولوجي. لا لا حبيت نقول لك مش حتى احنا نو اومولوجي وصفر زاد سي سلمان صفر. حتى احنا نو اومولوجي وصفر الجمهور. معناش حق شوفها في كيف كيف. ثم فرق ثم فرق وماهيش مزيه معناتها نعملوها بقلب كبير. حتى احنا عملناها بقلب راه حب يا سي مصطفى كيف كيف من غير حتى دومون حتى حد. يا عسلام يا عسلام. كلمتين مش نقص ماهوش مشكل. راهو احنا 300 تذكره اللي عطاهم لنا وبخلاف اللي دخلوا راهم جراتويتمون ما غير مزيه بقى هو راهو عندنا 100 صحيح دخلوا الجماهير اللي جاوا الكل مي 100 دفعنا 20 دينار التذكره. عادي هذيك الامور تنظيميه راهو احنا اذا كان ناس المنصف راهو حطينا 100 هما كانوا موجودين 300 على الاقل. المهم اما الامور تنظيميه ما تنجمش انت تجي تحل الباب كما صار مثلا في الواحد ما نجمناش نلقاو حل معناها سينو رانا عملناه وفي اول جورني وفي مرة جاية خويا مسير جيب عندك 1000 انا قدام تونس كامله جيب 1000 تنعطيك 1000 جراتويت ما عندي حتى مشكل. يا سلام معليش خويا مانيش معناتها حبيت التصحيح وبرا هذا هو معناتها صحيح. بالنسبه لكواكو مسير سي المنصف باش نعاودك مره اخرى راهو الجوار خليه يجاوبك سي المنصف على كواكو سي المنصف سي المنصف تسمع فيه سي المنصف خليه يجاوبك على كواكو تفضل. كواكو قلت ما نعرفش عمره جانا قبل عمره مازال ماش 18 سنه وقعد عندنا 6 شهور ياكل ويشرب ومن بعد على علمي انا مش لازم سي المنصف تو ما يسالش راهو احنا وخيان وكل شيء انا مش تو نضرب في تونس كامل انت تعلم بيه سي المنصف اللي هو تسرق من سيابي ولا ورئيس فرع نتاعك ورئيس الفرع كيف انا فما اخلاقيات تو ساعه ساعه تحبوا تخرجوا لنا سي المنصف نحترم كل شيء تحبوا تولونا انتم الاخلاق والصفات انا ما نعملهاش سي المنصف انا جواري انا في السي اس اس باش يسرقوه ما عملوا دونك ما تجونيش ولا تحبوا تولونا معناها هكا قدام التلافة السلام عليكم والله وكذا واحنا اخلاقنا وما تسمحناش وما اللي اخلاقه ما تسمحلوش ومستواه وكذا ما يسرق جوار العباد. عبد احنا نعرفوا اخلاقكم طيبه وهذاك علاش علاقتنا طيبه مع بعض مع بعضنا هذا ما يشكك فيه حتى حد. احنا ممكن اخلاقنا مش طيبه مش مشكل الله غالب بس مش طيبه سي المنصف انا قلت ما نعملهاش انا عندي تو قرابه ثلاثه سنين في سيابي جيو لوكازيون باش نسرق جوارات جيو لوكازيون باش نعمل برشا حاجات ما نعملهاش حتى جوارات اللي حتى طبيعتك انت عبد السلام مش رخص عليك ما تعملش حوايج كي هذه نعرفها هذه تو نشكوا في هذه مش هذا موضوعنا حبيت نقول لك توضيح اذا ما تعرفش القانون نعطيك الوقت. ماهيش مشكلتي انا قال اسمعني يا سي المنصف هذا قانون انت ما تبارك الله عليك انت ساعه ما دام كلام ما فسرت لازم تفسر لي انت سي المنصف انا انت ما تكلمت تو لما كلمك الكاتب العام نتاعك وقال لك اسمعني راه قال لك وقالوا لك وكذا معناها انت تو تحب تقول لي تفهم كوره اكثر مني ولا في القانون اكثر مني ولا عندي خويا بارك الله فيك اما هو فما شكون قال لك قول اكيد بارك الله تكلمت انا ما عندي حد يقول لي انا نتكلم وحدي احنا متربيين باش نسال حتى لو كان ما نتصورش قبل 21 سنه جوار اقل من 21 تلعب سينيور مدام يلسوفي وصل سينيور معناها يلزموا لي بارتيسيباسيون كوسو معناها يا 10 في لي جون هذا والا خمسه في الا ولا خمسه في الا دونك هذا اليوم لازم نتاكد منها انا المعلومه مي اذا كان جوار اجنبي اللي نعرفه يهبط للتيران وهو اجنبي عمره 20 15 16 عمره 25 يلزم يكون عنده في لي جون 10 بارتيسيباسيون واضح مالك يا اخي 21 سنه قبل ما يخرج وقت اللي يفوت مالك كواكو وقت اللي يفوت كواكو الجواب هذا كواكو وقت اللي يفوت 21 سنه مالك يفوت 21 سنه ما عادش عنده الحق يلعب في تونس. واضح شوف محضر الجلسه العامه العاديه للانديه الرابطه لكره القدم الاولى والثانيه 2016 9 9 9 12 2016 سي المنصف يعطيك الصحه سي المنصف ما عادش عندي برشا وقت سامحني سي المنصف يعطيك الصحة ما عادش عندي برشا وقت نعتذر منك دونك نكملوا سي عبد السلام ما كانش في البرنامج تاعنا تدخل هذا أحباء سي أبي توا على الباج متفاعلوا معنا يحكي يسألوا على الحافلة اللي وعدت بها الأحباء. أنا وعدت بحافلة أنا نحبنا ناخذوا حافلة ما زلت ما مش لازم ديما تركبونا احنا ما نقولوش أنا نفعلوا. نحبوا الناس الكل تقف معنا في وقفة احتجاجية باش نعملوها بقدر ربي لا حد جاي. في يوم غضب على السلطة الكل من رئيس الحكومة من رئيس الجمهورية وانتهاب. كان عندهم مشكله مع بنزرت ولا مع سيابي تفضل نطلب من بنزرت هي كل تجي تقف ايش نلعب ونضحك ونعملوا قهوه نحب بنزرت هي كل تخرج على الشوارع ما نعملش في السياسه على الهم الموجود في بنزرت على المنكوب يحكيوا على ولايه منكوب هم ماما بلاد منكوب اكثر من بنزرت شنو معناه استير كيما نعاودوا نرجعوا لستير تعطينا 250 بارك الله فيه وفما جمعيات اخرين تاخذ في كونترات سبونسوريك 500 600 مليون خير منا
اعطيونا اخويا حقوقنا كيما الناس الكل. الدوله فيلسه. من الحاجات اللي في بنزرت. الدوله فيلسه مع استاديو حتى جمعيه. من الحاجات في بنزرت الملعب، استاد باش يبقى لغز يا عبد السلام. البارح كان منجم ابراهيم هنا في ميطون مع زمان بشير قال انه قبل ما يقع افتتاحه وقع دهنه استاد باش يظهر في التصوير هذاك. انا نحترمه منجي على الاخر معناها. نعرف شفت سمعتوا التصريح ولا لا؟ ما سمعتوش معناها ما بريتها في بوبليكاسيون توكا معناها يجي واحد يدهن الاستاد ويدهن الغازون بالاخضر. معقول توا خاطر الملاعبية حتى فما شكون تشكى منه قال ماهوش عادي يا اخي ما كي تشوفه مزيان من فوق اما يا اخي تيران تونس كلها معناها اليوم احسن من احسن تيرانات في تونس وتيران 15 كتاب باش نكملوا بلا عام بعد نشوف اذا كانت الدوله باش تاخذ معناها دي ميزور باش تتصلح تيران تونس الكل تتصلح سينو تيران عكس على ما قالوا سيد لازم يتعاود وكذا ويجم يكمل سيزون ونجم يخدم 3 أو 4 سنين القدام واحنا انا نقصيو كهو شنو نعمل باين خلي لك كمان الوقت يا عبد السلام تجاوزنا خليك كان تحب ضيف حاجه يا اخي ما عندي ما نضيف انا ساعه نحب نقول للمسؤولين في الجمعيات الاخرين احسموا على رواحكم خليوا كره الكره عندكم ملياراتكم وفلوسكم واحد باللي اخدموا بنظافه خاطر بالحق معناها كيما سيبوا علي يا اخي ما عندكم ما عندوش ام وانا امي شديت عامين بواتا هذا سيبوا علي تعطيت بينالتي مرتين يوسف معناها معناها عيب معناها يا اخي ما عندوش امه تقولوا علاش ولدي حرام عليك ولا اخوه انا امي شديت بواتا عامين قالت لي ما عادش تعطيني حتى دور ومصروف فلوسك بتاع الكل حرام هما ما يعرفوش معناها حرام وحلال يا اخي ذوقوها معناها تحب تقول لي وما عندي حتى مشكله راه ما حتى جمهور في تونس معناها جمهور تراجي فرحة هكاك ما تروح تروح معناها رابح التطاوين تروح فرحان عامل جو هكاك وتو ان شاء الله تجي نهار ناخذ بينالتي هكاك وتو انا يقول لك يلوج على البوز ولا يحب درا شنو تو نقول جواري حتى في الشارع واضح خاطر الحرام مش به ومن بعد تستغربوا تاكلوا 5 و7 و8 ومن بعد تقولوا عليه خاطر بالحرام نحيوا الحرام تو الدنيا تمشي. واضح هذيك الصحة سي عبد السلام شرفتنا اليوم بحضورك معنا في زون ميكس على المواضيع والاسئلة كنت محضرها ولا غالب ضيق الوقت ما خليناش نكملوهم نلتقاو الجمعة الجاية مع ضيف جديد في نفس التوقيت كل 6 من 4 ل 5 على اكسبريس اف ام اجمل تحيات اسلام المتب. زون ميكس كلمة حلوة.